شايفه قدامي؟ احترقت ومن وراك توسخ فستاني كمان. لوين؟ الواحد بيعتذر على القليله مزوقه. انت منيحه؟ صار لك شيء؟ لا ماني منيحه، هداك بيعطيني ظرف بدون ما يخجل، وهي بتكب علي القهوه لفوقها بتبهدلني وما بتعرف تعتذر كمان. يا الله دخيلك، احترقت. هداك صار غني وزبط وضعه وحياته كلياتها استقرت. طيب وانا؟ انا ما عندي شيء بدوب، لا نجحت بشغلي ولا صار معي مصاري، ما معي شيء طلع على حالتي. لا وفستاني اللي جديد توسخ كمان. ليكي انا مو فهمان شو صاير معك، بس الظاهر انه صار كل شيء ورا بعضه. انت هلا حاولي تروقي ولا تبكي، خدي نفس عميق واهدي، خدي نفس معي. يلا شهيق وزفير على مهلك، خدي نفس وطالعي على مهلك. شهيق زفير. أيوة اهدي لا تبكي. أنا هلأ صح ما فهمت ليش زعلانة، بس موضوع الفستان مانو مهم، لأنه كتير لا بقلة، يعني القهوة عطته حركة جديدة. خلص ما في مشكلة. ايها من الأول هديتي؟ ايه هديت، شكرا لك. لا ولو. عن إذنك. لحظة، أنتي بتشتغلي هون؟ لا طبعا، كش برا وبعيد.